اعلانات الكتالوج اللي هي اعاده استهداف اصحاب المتاجر، ودي اختراع قوي جدا. لا تقل لي وحدي او كيف السبيل، انت بالتحدي تصنع المستحيل. اعلانات الكتالوج يا جماعه اصحاب المتاجر، لو هنا مثلا اخترت كتالوج سيلز، طبعا بكون رافع بقى الكتالوج ومظبط كل حاجه. هنا بقى بيقول لي انت عايز تعمل ويب سايت، اه طبعا الويب سايت، بعمل الاستمرار. بص نفس الخطوات بقى كلها، هنا ممكن عايز تعمل اعلان بصوره واحده ولا كوليكشن اد. الافضل كوليكشن اد، بعمل اعلان لكذا منتج عندي. هنا بقى البرودكت اودينس، اول نوع بروسبكتنج. بروسبكتنج يبدا يعمل يظهر لإعلانك لناس مهتمين بشراء المنتجات بتاعتك، تمام، حتى ولو لم يزوروا موقعك. ده اول نوع، وده بعمله في الاول للحمله بتاعه الكاتالوج سيلز عشان يجيب لي زوار، يجيب لي ترافيك للموقع. بعد 3 4 ايام بشغل حاجه تانية برضه، حمله تانية اسمها ريتارجتنج، وفيها صراحه استهدافات رائعه جدا جدا جدا. يعني مثلا اول نوع في الريتارجتنج يا جماعه، في عدد استهداف، ان انا بخلي اعلاني يظهر للناس اللي شافت او ضافت المنتج للسله ولم يشتروه. يعني الناس شافت المنتج او ضافت المنتج للسله وما اشتروش، اقدر ان انا اخلي اعلاني يظهر لهم، او اعمل اعلاني واخلي الناس اعلاني يظهر للناس اللي ضافت المنتج للسله، تمام. فالميزتين دول صراحه يا جماعه ميزتين مهمين جدا جدا لاصحاب المتاجر، لان العميل مش بيشتري اول مره، العميل بيشتري من سادس الى ثامن مره. يعني العميل محتاج يشوف منتجك مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه عشان يقتنع ويشتري المنتج. دي يا جماعه دول اهم كذا خاصيه في اعلانات الايه؟ الكتالوج. وبقيت بقى بقيه الحاجات نفس الاعلانات العاديه، تحدد مثلا الدوله، تحدد السن، تحدد الجنس، ميل ولا فيميل، تحدد بقى كل حاجه، نظام التشغيل، كل نفس الموضوع دي، بتكمل بقيه الخطوات بالكامل. تمام؟ ده باختصار اعلانات الكتالوج. اتمنى يا جماعه الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم جديد القناه اول باول.